البلانة نصر النوبة. بوجه كلامي لحزب الحرية والعدالة متمثل في رئيس الجمهورية محمد مرسي، إن النهاردة احنا شايفين بتعيينه أو تجديده للمحافظ مرة تانية إنه بيحيي الحزب القديم بجميع أشكاله بجميع أوضاعه، وطبعا ده إضاعة للحق النوبي. عادل أبو بكر عادل من قريتين بركاب وديميت وعضو لجنة المتابعة النوبية بأسوان. احنا في حقيقة يعني صعقنا لتجديد المحافظ، تجديد الثقة في المحافظ، علما بأنه قرأنا في الجرائد أنه ده امتدادا للثورة. لا، هذا المحافظ في يوم من الأيام يوم 25 يناير و 28 يناير كان بيطلع فلوس للبلطجية والشبيحة أنه يقفوا ضدنا في ميدان المحطة، وده ما اعتقدش. وبعدين احنا برضو في الانتخابات الأخيرة عندما فيه كان هو بأيد لشفيق، احنا كنا بندي المرسي، والكلام ده واضح في كل اللجان في بلاد النوبة، في نصر النوبة وفي أسوان.